دي سينون اليوم البلاتو هاي نبداو المانشستر سيتي وريال مدريد 3-3 واكيد حبي المرينغي يتبعوا فينا من البارح ديجا والله يجيوني برشا ميساجات وسؤالات وتكهنات وجمهور ريال خايف هو يقول لك تخرج البرسا البارح يلزم اليوم يتعداو باش تكون الريفاليتي الكبيره وحلوه محلاها في 24 ساعه هي شوف هي شوف معناها باش نمشيو كان باش نمشي منطق وكوره ودرا شنو باش تقول السيتي علاش منطق وكوره نقولوا السيتي السيتي تلعب في التيران تاعها وشفناها معناها في الاهلي معناها تنجم تمركي لك ثلاثه اربعه اما انا نحكي انا لاني مدريديست ها لاني نحب الدوري الانجليزي معناها اما خويا انا نحب العرق نحب ليكيبات الكبار جلوري نحبك الجمهور والدنيا ونحبك على غالب هكاك نحب الريال نحب اليوفي الميلان انتر مانشستر يونايتد ليفربول نحب اولمبيك مارسيليا نحب اللي كيف هذوكم ديما موجودين كبرنا معاهم اي صراحه الماتش كيليبري سيتي اقرب مي انا ريال مدريد سيتي اقرب مي انت تشوف ريال مدريد علاش ريال مدريد حسين علاش كان عطيني كيلكو بوان هكا العراق التاريخ وقت اللي في الماتشات هذوما تلقاهم باش تلقى ايكيبي كيليبري باش تلقى انشيلوتي الخباثه نتاع التاليان نتاع التسكير عندك فينيسيوس ورودريجو ينجموا يضربوك بكونتر يضربوا الناس الكل بكونتر رابيد هي اقول لك هي السيتي اقرب ما نكذبش اما هكا مخي يقول لي ريال مدريد الفورماسيون بروبابل حسين بالنسبه لريال مدريد اي بون نلقاو ناتشو بركا شكون ناتشو روديغير ناتشو روديغير ناتشو ميليتاو معنا كارفاخال يمين جيزوس بي ولا مندي على اليسار كامافينغا كروس وفالفيردي بيلينغهام رودريجو فينيسيوس ما فيهاش سيربريز هي الحاله الوحيده لاكس ما اسكو باش يلعب ميليتاو ولا باش يلعب ناتشو ناتشو خاطر عنده اكثر ريتم ميليتاو عنده برشا غايب ما ينجمش يرميه في ماتش هي ما لي تيتولير ما يلعبوش اليوم ميليتاو والابا والابا عنده من اول العام برسي نعرف شو بدي معناها سيء لقاو الحل معناها يا سيرت اما ما لعب ما تنساش تشواميني سسبوندو تشواميني اللي هو ماركي له في الجمعه اللي فاتت واللي هو يلعب له في اكثر من مركز زاده يعني حسب رايي معناها حظوظ ضعيفه جدا مدريد دكتور ادرسون والكر في ال 4-1 صديقنا رودري قدام والكر دياسا كانجي كفارديول رودري قدامهم كما قلت برناردو سيلفا دي بروين في الفودان غريليتش وايرلينغ هالاند في حاله امتلاك الكره يوليو 3-2-4-1 يدخل ستونز على اليمين والكر يخلط ولا ما يخلطش يلعب ستونز يلعب ستونز اي فودن يخلط يلعب في فودن خاطر الجمعه اللي فاتت فودن موجود مع كيفن دي بروين كيفن دي بروين باش يكون ممكن دي بروين بلاس كوفاسيتش هو راهو لو شوا الجمعه اللي فاتت قالوا دي بروين تعرض معناها الفيروس انتوكسيكاسيون اليمونتير وجدي كنتوني تبع فينا دي فهم لايف يقول اليوم طرح دي بروين وهالاند هما دول يكملوا بعضهم هو تو فما تو دو بوليميك في المملكه المتحده البوليميك الاولانيه اللي كونه سيتي ما ربحش ماتشات الكبار سناء سيتي عنده برشا مشاكل مع التوب فايف نتاع البريمير ليغ ما ربح حتى واحد ابار مان يونايتد ربح مان يونايتد لكن صديقي في الماتشات هذوما اليمينيسيون ديريكت ديما يقولوا سيرتو معناها العباد اللي مستانسه تلعبها اللي كونه الميلان بارسا مدريد كذا اللي هما سيدي ماتش كوبري 90 دقيقه لكن سناء فما دي ديفيكولتي فما نقاط فهمني استفهام نقطة استفهام الأولانية هي الفورمة بتاع كيفين دي بروين كان مضروب رجع عمل زوز ثلاثة ماتشات باهين وقتها سجل هدفين وعطى دوز اسيست كذا مي تو المستوى باش يطلع أكثر اسكو ليكيليبر التوازن بتاع السيتي في وسط الميدان سو كي سور الفنيين الكل والمحللين والمتابعين يقولوا اللي كونوا مع كوفاسيتش بحذا رودري أكثر توازن ونخلي الخدمة في الأربعة 4-2-3-1 لثلاثة القدامين اللي هما برناردو على اليمين وفودن في الوسط وجريليتش على اليسار تحت ما تلعبش دي بروين عند دي بروين تبعني نحكي على التوازن كي تبدا انت ولا غريبه كي تبدا عندي دي بروين لا انا جيت على التوازن وانا يا صديقي كي تبدا انت حاشك ما نتعب انا كي تبدا حاشك دي بروين وتوني كروس كي تبدا حاشك بالمباراه تبدا حاشك بالمباراه باش يولي دي بروين اسونسييل لكن اسكو معناها الكوره باش تراها مدريد ولا جيب مول تبدا الكوره باش تقعد عند السيتي وباش تبدا مدريد تجري ورا الكوره كيما الماتش الالي داير فهمني ماكش باش تستحق فهمتي الخدمه كبيره على مستوى الديفونس فما زوز عناصر اخرين نقاط مضيئه
اللي هو غفارديول. غفارديول الناس كل نستناو فيه 90 مليون يورو يلعب في الاكس. السيد بعد ما لعب اكيد على اليسار وتضرب اكيد ولا هو يلعب على اليسار واكثر من هيك باربع اكسيو يلعبوا باربع اكسيو من عم يقول يلعب باربع اكسيو به داخل كايل وولكر تو اللي هو يلعب ديجا اكسيال في لونجلتر كانوا يلعبوا تروا وتو غفارديول ولا يزيد هو فلوس كيما كان يعمل ستونز عم نيو ويماركي لا مش يماركي برك يماركي باليمين الراجل قوش الراجل احنا مازال ما فهمناش شنو وراه الراجل قوش كونتر مدريد عمل كونترول خايب رجعت على اليمين حطها في 90 وكوزي وفي الشامبيونات كونتر ليوتن مركب اللي حطها باليمين في 90 الاولاني 90 تاع بتاع قايم لون يجيك البونتو معناها البونتو منين يجي والفورمه بتاع هالاند جيسون نكمل الفورمه تاع هالاند مانيش فاهم من التشكيك معناها اللي صار في الشهر الاخراني انت موكا ويلزم شوي تعرفش الانجليزي هالاند وهالاند مش قاعد يماركي مخت الروي كين خرج وقدم لاعب تاع درجه ثانيه ودرجه احمد تختو تعرف انت تو الميديا انجليزي وبوه خرج يدافع عليه كان ما يعملوش بوليميك صحيح. ما يبيعوش لازم يعمل لك ذريبه كي باش تتحل يا ما هو في الاهلي زاد مع رودي غير ما تحركش اخي ايش بيه اخي محسوب اخي ثم جوارق باش يبدا ديما وموفل. لا 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 سامح ما تنساش في الفينال زاد مع تشيربي ما تحركش يا اخي يا اخي هو باش باش كل يعطيني انا بيلون انا عم كامل يعطيني لي جرون ماتش كونتر مدريد الاربعه بلاش تاع مناول ما ماركيش إيه ونحاهم له كما يسابيل الكورتوا انا ما نحسبش نحسب بان هالاند موجود في مانشستر سيتي وهذا عم ناول تريبلي اي صحيح كهو بتقول نحسب له انا بالماتش مش. انا الحاجه الوحيده اللي ماهيش قانعتني في اللي شوات تاع غوارديولا توا معناها الحسب الفورمه حسب ما نتفرجوا كيفاش يلعب غريليتش ويخلي دوكو تفرجت في دوكو دوكو اجريسيف يودي الراجل يدخلوا لك صغار يدري بالبيهم وغريليتش قاعد يعمل لا سيست يمكن خير شويه سوري بلون ديفيسيف ديفونسيف هما عندك دوكو كيما كيكا هو دوكو القدام في اعتقادي هو لوسيل يلعب دوكو اللي كان في اندرلخت لا سورتو تو ريتو ماتش الاخراني ريتو ريتو معناها جوار تعدى في وسط يا ودي في الفورمه هذيك يستحق باش يلعب يا ما صديقي راه اكثر واحد دوكو كي تبدا عندك ابدا عندك سته بروشتيل قدام كي تبدا عندك سته بروشتيل قدام نرجعوا لنفس الديسكور نتاع رافينيا ويامات كي تبدا عندك سته بروشتيل قدام ويبداو عندك الاظهره يطلعوا ديما تخمم نحط اللي يعاونني اكثر على مستوى الريكوبيراسيون دوكو مش هارب هاكو قاعد بحذاه ما هو ما يستحقش هو ريكوبيراسيون يا ما يبداش دوكو يفك يفكها الفوق ويفكها في الوقت مش مستحق هو باش واحد جوار يرجع ويفك هو يفك يخسرها في 2 سكوند 3 سكوند يفكها فرد بلاصه ينجم يفكها غاديكا وكيما قاعد يعمل ديما يفك فيها غاديكا هو غريليتش اخي قاعد يرجع ورا السونتر لا يرجع غريليتش يرجع يا اخي تولوتش اخي 70% 80% عنده الكره مانشستر سيتي ما تحس انا شاطر حسين في رايه على انا نحس اللي كونه غريليتش سي ان جوار بلوس ديكيب ان جوار راكز تكتيكمون معبي 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 سور لو بلان اما الفورمه كوليسمون تكتيك كوفيرتور فورمه هجوميه الكره توجع اخو انت تلعب في تلعب في مانشستر في التيران تاعك وعامل نول فلالي مستحق باكثر لاعب يعمل لك ديفيرونس دوكو هو لو سول جوور في مانشستر سيتي البويسون يا ودي اكثر بويسون بيسكوتور شكون عنده ان كونترا يمشي ويدخل غريليتش كان يتعدى لا لا مش كيما دوكو ماستون فيلا ما عادش يتعدى في السيتي لعب له شويه غريليتش على شويه على لويس فيجو ايه على شويه لويس فيجو يما راهو فما حاجه فما حاجه شويه 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 ولا فيجو راجل اما جاك ريليس ما يلقاش في لي سوليسيون مثال يلقى برشا يا رحمه يقارن فيه فيجو لا مش فيجو لا لا مش فيجو لا لا اما جريليتش اما جريليتش لا فما حاجه فما حاجه مهمه برشا جريتشي خم في الباس قبل التير سو كي كونترير نتاع دوكو فوالا دوكو يمشي دروا ويجيب لك اي ما يمشي درو لا جريليتش يهز راسه تحس دوكو راسه اللوطة ماشي الكاج يمشي الكاج اي جريليتش جريليتش اقرب برشا اقرب برشا الاسيست مان على لياو فوالا كو شو اسمه دوكو اقرب الفينيسيوس فينيسيوس دروا وبيوت ايش قالوا الانجليز ايش قالوا الانجليز انت ما سمعتش على انا قعدت نتبع في البرامج الانجليزيه على جريليتش قالوا كيلو كاراجر وقت اللي جابوا غوارديولا جابوا غريليتش تاع استون فيلا اللي يعدي لكم 117 مليون جاء لهنا ولا يلعب سيرتو سنا تو عامله ولا خير شويه السنا ولا يلعب ان توش كونترول ويرجعها ويرجع للريير ويعطي وسط بيتيتر هذوك لي كونسيني بتاع الاخر بتاع غوارديولا انا خمس دقائق الاولاد نحكيو على مباراه ثانيه لا تقل اهميه ليله في الاليانز ارينا بايرن ميونخ ارسنال ما لا طرح يا دوك طرح هدايا فريمون المباراه اللي اكثر تشويق كهونتك انت للريال والسيتي لا قالك السيتي قالك ما عندي شانس ريالو انت قلت السيتي وانت قلت الريال هكا سيتي توتال فيتا وحتى كان تخسر السيتي نعاود نقول لك السيتي مره اخرى باهي هاي
ارسنال بايرن دوك. ارسنال بايرن اكثر بايرن طرح أرسنال. مشوق واكثر طرح ما نجموش نتكهنوا فيه معناها بالريزلتا، لانه ارسنال على الفورما نتاعها ولو اني خسرت ضد استونبيلا ماتش الخير. اي مع الكبار ديما توهك. اي ما قلنا حكيناه في اول عام قالوا لي انت ضد ارسنال. لا لا يا ولدي وقت اللي جد الجد ما تلقاش اسد يديك. تلعب على الشامبيونات تخسر مع استونبيلا في التيران نتاعك وانت تلعب على اخي الاخر ما حصلش مع كريستال بالاس. لا لا سيرتو انت عندك قداش من عام ما هزيتش معناها شونس جد جدك عم ناول كنت هارب ثمانيه ولا قداش بوت وضيعت سته بوت وضيعت شامبيونات والسنه كيف كيف معناها تجيك تلعب مع استونبيلا في التيران نتاعك. ما تنجمش معناها اي زاد نرجع لنفس لي شوا هو بجودو ارتيتا اي نا با بوكو دو شوا ال 14 15 بتاعو اللي يهبط لهم كل ماتش صديقي جوست كليما الخليليه اسكو اليوم بما انه الهدف خارج الديار ما يتحسبش اسكو اليوم باش نراو مباراه هجوميه من ارتيتا اللي هو مستانس في المباريات اللي يلعبهم ضد الفرق الكبيره يسكر ولا الا مورينيو ويماركي من بعد بالكونتر ولا هو ولا وقت اللي الي اوبليجي باش يماركي وقت اللي ماركي ولا يخرج من الاول دومبلي كيفاش باش يكون باه فما قريت ديزارتيكل وكذا فما شكون حتى يحكي على توماس بارتي من الاول من الاول فهمني اليوم لو كور دو جو وسط الميدان اليوم باش يكون فما فهمني معناها اون انتريك كبيره برشا منشن عندها مشكله كبيره في وسط الميدان ما عندهاش سولوي كي ديكلونش فهمني ولا الهجمه ما عندهاش في ليكيليبر في التوازن شكون يرجع يريكوبيري لي زافون نتاعها ماهمش تريز افيكاس غياب كومان غياب كينغسلي كومان بدات حتى اللورو راهو مازالوا ما يعرفوش ليروي ساني مره ان مره اوت جنابري هاو ماركه في اللالي لكن ماهوش ريغولي هاري كاين صديقي برجولي ماركي 38 بونتو في السيزون تحبوا يعمل اكثر ماهوش لاعب جنابري مش موجود جنابري مش لاعب اصلا صفره هو جنابري هي موسيالا مولر وليروي ساني هذه الاقرب 99% جنابري على البنك ولا مش موجود جمله جنابري نشوفوا لك دوك على البنك جيماجين على البنك اي تم نشوفوا لك دونك موسيالا مولر التو يبرد جنابري ابسون ابسون مش كبير مولر كبير 33 في اوروبا 33 كبير هي بدا يلعب صغير برشا بدا بكري برشا يظهر لنا كانه عمره 70 وكل مره يعمل لنا فيديو على باريس سان جيرمان تو لا بدا برونستيك دوك بايرن ارسنال هاي نسوى ارسنال تعد باهي توتال نتاع لي فوت حسين قبل اعطيني انت البرونستيك نتاعك فما 104000 شخص معناها تكهنوا بالمقابله يقولوا 54% بايرن 32% الارسنال 16% يوفى نول نول 16% باش يمشيو بينالتيات انا مثال دوك نقول ريال مدريد مانشستر سيتي باش تعدي بينالتيات تصور هاك ميسالش بالنسبه لبايرن ارسنال كل الاحتمالات وارده بايرن ارسنال بايرن باش تعد حسام حاج علي بايرن بالنسبه لي انا ما عندي يا ريت السيتي والريال قلت لك السيتي اقرب اما انا هكا نحب الريال تتعدى اما في ماتش السيتي وماتش ارسنال وبايرن بالنسبه لي انا بايرن بالنسبه لي انا بايرن اوديغارد وساكا ساكا باش يلقى باش يلقى قدامه كل كلوار هذاك الكل مش ينجح المره هذه يا بايرن وقت اللي دخلت لهنا سورتو مع سيزون راتي في الشامبيونا مش سيزون راتي كاريمون جامبيونا مش كاليفيكاسيون في التيار نتاعهم نختم الساعه الاولى نرجع بعد شويه ناجلزمان قريب برشا باش يرجع المنشن متحب زلت ترجع تحكي لا نحكيك على المنشن ديجا براتيكمون ناجلزمان قريب برشا باش يرجع المنشن وكلوب قريب برشا باش يشد الناسيونال مانشافت بعد لورو واضح يلا